ما كنا نسيش أمون سيح والله ما سنح سوليت ولا عرحتنا كرصانة أولادي كرصانة أولادي أنا مولادي هذا نسيش سوطاني في الأول نعم ونباش الحقي هذه شرطة بي بني 30 ونباش الحقي أرسل لهم الحالي من ذاك الوقت شهر 20 الواحد شهر كل شيء مهرس مطلب مليون وربحة نعم ونباش الحقي نسيش والحلي فيه أنا مازال فيه غدا فيه من العسلاب الليل لا منهار حصلنا الشماكرية سكرونا حتى الشراجم إيش يقولون الودي يعيرونا إيش يقولون بلاتي يهدونا في الزناقة سدنا على الطريق محصورة نبغي عن خرجون تنفسو ما نتنفسوش شراجمنا نحلو ما نتنفسو ما نتنفسوش ولي هدرنا ينوضو لينا هدرنا مع ما نقولو ولدي سيرو حتى ينوضو لينا ما عندناش حق حنا باش نهضرو فهمتي كلشي عدي فيه السيدي كلشي كيعدي فيها السيدي الكاميرا بكلشي بكلشي فيها الكاميرا فيها كلشي واخا اسعد الله اوقاتكم متابعينا ومتابعات قناه شفت في مرحبا بكم انا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه قنيطره كيف ما كتشاهدوا معنا هذه السيده هذه المسنه هي والبنت ديالها اللي عايشه كيف ما كتقول عايشه المرار اكثر من 4 سنوات وانا عايشه المرار مع الجيران ديالي عوض ما يكونوا خوتي وصحابي ولاو كيعيشوني في واحد الحاله اللي ما بغاو يتجوني من هاد الدار وانا ما عندي فين نمشي انا وبنيتي وولادي لكن مع الاسف ما عرفتوش مالو معايا غادي نسمعوا القصه ديال هاد المراه اللي مسنه كيف ما كتلاحظوا هي والبنت ديالها اللي كتقول انا عمري ما مشيت للكاميرا اليوم جيت القناه شفتي باش نفك باش نقول الهم ديالي مع هاد الجيران ونطلب من المسؤولين انهم يدخلوا كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو فهاد الوصيه امرا لاله مرحبا بك معنا ومرحبا بالبنت ديالك لاله عاودي لنا شكون هي البنت ولا انت ولا امك ولا شكون يهضر فيكم انت ولا الوالده انت مرحبا بك لاله وعاودي لنا قصه ديال الجيران ديالك اللي عاودتي لنا قبيله مشكل من الاول كيفاش بدا حتى وليتي لهاد الحاله كيف ما قلتي يا خويا قلتي لي قبيله خويا الجيران خصهم يكونوا خوتي يكونوا وحدي مني هما يحميو عليا ولا هما كيتعرضوا ليا ولا كيدابوا بالحجر ما يخليو ما يديروا مرحبا بك لاله عاودي لنا قصه السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا كان هاد الناس هادو صوتيك هاد الناس هادو شنقول لك كانوا حبابنا هادي شحال كانوا حبابنا وكنا مربيين لهم الاولاد وما كناش كنتفارقوا نهائيا وجات واحد السيده هنايا ما كانش ساكنه هنا فجات هي اللي دارت لنا المشكل هي اللي كتحرش هي اللي كدير مشاكلها مهم متفقين في الاخر اتفقوا علينا نعم اتفقوا علينا قالك بغاو يهزونا من هنا حنا داخلين سوق راسنا ما كنخرجوا ما هذه كانت العلاقه مزيانه بخير وعلى في الاول كانت العلاقه مزيانه واحد البنات الصغار انا اللي ربيتهم البنات الصغار انا اللي ربيتهم عيالات ولادهم انا فلما كنت انا ما كاين حتى شي حاجه وفي الاخر واحد المراه هي اللي دارت المشكل واحد المراه كتحرش تقول لي معليش كتمشي عند ديك السيده حيت انا كنتعامل مع الناس مزيان تقول لي معليش كتمشي لعندها زعما كاين ما تبقاش اي واحد كيبغى يجي لعندنا تقول له ما تمشيش لعندها صافي بقى ما فهمتش هاد المراه حيت محساده كتبغيش حنا بالخصوص حنا من صغرنا وحنايا ما كتحملش معانا ملي يلاه سكنت هنا يعني خصها كيجي خويا كتشنق عليه كتشنق عليا انا كتعدى عليا كتعدى على خويا اخر بغات عاوتاني دارت له بانه راه سارق ليها سلسله داكشي كلشي كذوب فاش كيجي قلبو الحقيقه ما كاينش مهم راه محساده فيها الحقد بزاف صافي دوك الناس ملي هادي بقاو ولات كتحرشهم تقول لهم واش تحرش الناس اللي ولاو معاكم اللي كانوا معانا اللي كانوا معكم مزيان نعم عقل اللي كانوا معانا مزيان كانوا معكم مزيان صدقوا ولا عديان كيف ما قلتي قبيله نعم وهاد هاد الدار هادي راه انا درت ليهم اسبوع في داري في دارنا هنا درنا لهم اسبوع انا درت لهم اسبوع في دارنا وما كناش البنات الا ما كنتش انا ما ينعسوش البنات وبقات عليهم تحرضتهم علينا ولاو يعيروه ولاو دابا هما ولاو كيعايرونا دابا كنقول لهم هاد الناس راه حنا زعما كاين راه كاينين مشاركين في هاد الزنقه عرفوا بان بنادم فوقاش كيمرض فوقاش كينعس فوقاش هادي وما عندهم حتى شي وقت ملي طلع النهار هما غاديين جايين يجيبوا الناس من اي قنت الدراري صغار رجال مطر ما فين ما كان شي واحد خاسر كيجيبوه لهنا
باش حنايا فاش نوضو نهضرو كيسميونا حنا خايبين، اولا نوضو نهضرو في دارنا كنشرو الا سبنا شي زربيه نشرناها ما يخليوهاش تمشي هزوها من السطح. الا بقى هكاك والمراه عاوتاني في الزنقه كتقول لك حيدي هذيك الزربيه من الفوق ولا نموت عليكم، ندير نطيح عليكم وغنموت. حيدوه زعما ما نصبناش ما عندنا من كلشي. دابا هاد الشراجم هادو والله ما كنغسلوهم. نعم غسلتهم العام اللي فات. الله اكبر كبيره. العام اللي فات غسلتهم. هو ناض ولدها حيح عليا ضربني بحديده وبكرسي، راه كلشي مسجل، التسجيل كامل عندي بالكاميرا. لا بالكاميرا. وقلت لك وحيح عليا خوه، خوه وبنت. هو ساكن تحت منكم ولا ساكن حداكم؟ ساكنين حدانا. ساكن حداكم؟ اه. بعيدين عليكم؟ لا لا لا. قريب من حيت هذاك الباب. ماشي تحت منهم قاعد تقطعوا عليهم الزرابيه. حيت هذاك الباب داخل مغاير، ما داخلش مزيان، داخل لينا في الشرجم. دابا اللي وقف كيوقف لينا في الشرجم. مخالفه. دابا هما بان حنايا تيقول لك هذاك الشرجم اللي مليه تيقول لك ما تقربوش له على حسابهم. نعم الشرجم اللي مليه تيقول لك على حسابهم. حنا حدنا حد الباب ما نوصلوش لذاك القنت في دارنا الفوق باش ننشرو، تيقول لك ما تنشروش. نعم. في الحيط دائما والله عندي الفيديو بان البنت كتهز لينا هكا الكاشه من السطح. سيري حيديها، كتقول لها حيدي، المهم ما نشروش في دارنا. بحال هكا قلت لك الشرجم. وكيفاش وقعت هذا المشكل؟ من قبل كورونا ولا من بعد كورونا ولا؟ هذا الشيء قبل 11 عام. 11 عام. انتوما كتعانوا. وحنا كنعانيو. ماشي 10 سنين. قلت لك 11 عام. نعم. قلت لك وحنا في هذه الحاله. عيب بحال هكا، الناس امي كانت دارت العمليه. ياري. دارت عمليه فتحات، بغات زعما كاين عاد ترتاح في دارها، بنادم كيخدم حتى كيعي كيجي يرتاح في داره. ملي كنهضرنا معاهم نادو حيحوا علينا ولاد هاد المراه وعيالاتها، عيالات ولادها كانوا جوج. دابا راه وحده طلقت، كانوا جوج وكانوا جوج والولاد عندها بلا عداد. والراجل كلشي تبرينا منهم ما عطاوناش حقنا، كيهرسوا لنا القادوس حاشاك ديال الدار. ولدها كان تيدخل الطوموبيل، هذا هو المشكل علاش بدا كيدخل الطوموبيل. فاش هرس لينا القادوس، فاش هرس لينا القادوس بدا المشكل على القادوس، على القادوس كيدخل الطوموبيل. فاش هرس القادوس مشات الام ديالي قالت لباهم ها انت القادوس تهرس، القادوس تهرس، شكون كيدخل الطوموبيل؟ قال لها هو، قال لها بصراحه قال لها ولدي. قالت ليه ودابا شكون غيصاوبو؟ قال لها نصايبوه. هو فاش مشى عند مراته قالت له والله الا صايبناه، خلي داك القادوس تما. هذا هو المشكل علاش بدا. عاوتاني من بعد ناضو عاوتاني دارت العمليه، جلست نعسات جايه ترتاح في دارها، ما شافوها ما والو، ما شافوها ما والو. فاش كنقول لهم راه الام ديالي راه مريضه وبغات ترتاح، تيقول لك حنا ما كاينش اللي يهضر معانا، بغات ترتاحوا سيروا تحولوا من هنا، هنا ما كايناش الراحه، حنا ساكنين هنا حتى واحد ما يرتاح. هذا هو المشكل. مشينا ديكلارينا بهم، طاروا عليا بعدا داو ليا سنسله، خداو لي سنسله من عنقي، ضربوا امي بديك الطخونتينات، امي خارجه شاده الفتحه ديالها وخارجه، ضربوها بالطخونتينات. كان واحد الموتور ديال خويا ضربوه حتى هو هرسوه. هذاك الموتور دائما مدقدقينو، دائما شي ثلاث مرات ما كيهرسو فيه. صافي من تما فاش مشينا ديكلارينا تما هما حيت زعما كاين هما راهم ما كيخافوا من حتى شي واحد. عندهم علاقات. اتفقوا مع هذيك المراه نيت اللي قلت لك اللي كانت كتحرشهم، تتقول لهم حنا ما كنخافوش، سيروا وصلوا فين ما بغيتوا. وهذا هو المشكل. دابا فين ما كيحيحوا علينا، فين ما كيديروا لنا شي حاجه كنمشيو نشكيو. شحال من شكايه ما بانش لينا حقنا. هرسوا لينا شراجمنا، هرسوا البيبان، كلشي عندنا فيه الدليل. بالكاميرا بكلشي. كاين شراجم كيفاش كانوا في الاول وكيفاش ولاو في الاخر. قلت لك اي حاجه اي حاجه. ضربوا الام ديالي، جروها من دارها، دخلوها وضربوها لعينيها، شهاده طبيه فيها 30 يوم ما بانت لينا حتى شي نتيجه. خويا دائما معدين عليه، خويا ما كاينش، كنكون انا والام ديالي دائما وكيحطوه. دابا كيتلقوه، دابا هما الزنقه ما كتخواش منهم، دائما زنقه عامره. الدراري غاديين جايين غاديين جايين، صغار وكبار.
ولادهم والبراني. ما كتخرجش عندكم. ما كتخواش بدا ما كتخرج. لا ما كتخرجش. زنقة صغيرة. صغيرة الزنقة. كيجيبو الناس برانيين. كيجيبو البرانيين وكيديرو كراسة في وسط الزنقة وتيديرو طابلة بحال هكا كيديرو كسكرت في الزنقة. وفاش تهضر معاهم ما تهضر مع واحد نوضو لك عصابة. ما كاينش مع من تهضر ما كاينش. وفاش كنمشيو نشكيو كيتعداو علينا تيهرسو لينا شراج مني وهرسونا علي فاش كنمشيو نشكيو تيمشيو يجيبو دري صغير كيديرو شهادة طبية ديك الساعات كيمشيو كيديرو شهادة طبية ما فهمتش انا الدكتور اللي كيعطيهم شهادة طبية دغيا كيمشيو يديرو شهادة طبية كيردو لنا حنا اللي ظالمين حنا كنهضرو على دارنا وعلى اللي دارنا هما كيهضرو على الدار دائما حنا فين ما نشكيو على شي حاجة ضرتنا كيمشيو يردونا حنا ضربنا هذا هو المشكل واخا ممكن ام ديك بعد دير شي حاجه فمرحبا بك لا نعم شو سيدي انا نعاود لك شنو هاد الناس ما عندنا بينهم حتى شي علاقه هاد الناس هاد الناس عكره حسد اللي دار هاد الشيء فهمتي هرسوا لي هرسوا لي شراجبي هرسوا لي موطوري هرسوا لي اي حاجه تمشي للمحكمه البوليس ما ياخذوش لي حق البوليس الشكايه الاولى الشكايه الاخرى الشكايه الاولى انا تقات الشكايات انا مليت جيبونا الشماكريه يحطهم يحد الشرجم يجيبونا العياد يحطهم من حدا الشرجم يجيبونا البنات يعيرونا يجيبونا ما يحصرونا في الطريق يجيبو البنات برانيين من الزناقي ما تنعرفوهمش يحطهم لنا في الزناقه وشدينا البنات والعيالات خرجت انا يعيروني خرجت بنتي يعيروها خرج ولدي يعيروه يولي يضربونا بالحجر ولا يرجمونا ما كانش لي غينهيهم لان هي اللي منتهي كلشي سايب المراه الكبيره تنهي تدخل علينا من الشراجه المراه الكبيره عاد هي تتهجم علينا هي الام ديالهم تتهجم عليا هي وكلايناتها وولدها ولادها كلهم ها انت باش اللي غتنهي وتقول لهم لا هي تقول لهم زيدوا وكلشي الشمس الجو كلشي عاد الوثائق ديالي ماشي هذا الشيء تنقول لك كذوب ولا شي حاجه اي حاجه عندي نجيب لك الدليل ديالها انتي انا ما تلقاش راحتي هي تتقول لي يا خوي هذاك الميحان هما كان بابهم مليه هما كان باب لا هما كان بابهم مليه كثرت لي هما سايبين الناس بزازه وسايبين فوضايون ما محتارمش راسهم كان هما السكنه ديالهم ليه انا اللي سكنت في ديك الدار بابهم كان مليه قوازهم مليه كلشي مليه سوى الباب اللي ردوه منهم هذاك الباب دخلوه ليا في الشراجم انت سايقو سايقو تيخو ليا المال الشراجم حلوا الباب يحلوا لي في الشراجم ما ارتاحش بالليل لا بالنهار ما ارتاحش جا دري يقعدوا لي حدا الشراجم جا ضايف يجلس لي حدا الشراجم انا ما مرتاح لا بالليل لا وانا ما عنديش قادر باش غادي نتحول نروح ما عنديش مرا عائر ما لا جالسه ما نعرفش عليا ولا ديال طالب ما عنديش انا كنت شي حاجه عيب عليا ندير جوج الاولى درتها كبيره ولا الاخرى درتها صغيره جيت لداري ارتاح نوض عليا الكسره في الباب نوض عليا الكسره في الباب نوض كيكون شديت كرشي خرجت بنتي طالعه السطح خرجت كون الزنقه عامر بالفراشه والعيالات وبالفجده حدي خرجت لها بنيتي رانا مريضه شدت ولادها جات لي شدتني وريشتني جاتني وردتني قيحتني على الباب زادت بحالها هذي كانت طالعه الفوق هبطت جبرتني الحلم شي قلت لي مالك يا امي بنتي ها كيف بنتي مشات غدوز معاهم حيت ما بينا وبينها شي علاقه ما بيناش شي عيب قلت لها شنو المهم بغيتي درتي لها كل بنتي يلا غتقول لها تخطى على السلسله محنقه جرتها لها مشيت بير مانوس شيت باللول استقبلوني اي فالاخر ما تعرفوا معهم مابقاش مستقبلني وليت نسول الجواد بحالك بحال ما عم فيها شويه شو تنسول كل واش يقول لي دير الشكايه الوكيل هنا في بديت ندير الشكايات وليت نمشي عندهم اوما اي وندير شكايه الوكيل نمشي عندهم اي حاجه تمشي عندهم وندير اي كذبوا عليا اي درتها انا تمشي انا هذا جان داك كذبوا عليك تيكذبوا عليا انا ما كانش بنتي ما كاناش يديروا البنت القبص تقول لها فلانه هرستها وحنا راسنا خاوي تيجيو الناس يقولوا لي فلانه اش درت مع فلانه شنو هو فلانه دايره ودايره شنو
كل شيء ما في راسناش تمشيو على البول تتفاجع تدوز هذيك واش كي برونز انا اي ولا محتمو الجوره نقولوا لا ما كاينش واحد البرهوشه تحت ما في راسناش هاي البنت هذه البحر داهم في راسناش غير العكاز حنا راسنا خاوي مالها ما فهمناش انا براسي ما فهمش داك العكاز يتسارع عليه هي هي وعمها ولا خالها ولا تجي شي دري صغير عاد دري صغير ودحومتنا وقف معك كيفاش دارت الهضره قال لها قالت ليه راه فلانة طاحت في المدرسه وراه داير العكاز هي وفلان قلت لي علاش سمينا في ولدي احنا راسي راسنا خاوي من هذا الشيء ودي شي ما فرانا احنا تنطلبوا حقنا احنا تنطلبوا الارتاح في دارنا احنا تنطلبوا هاد الناس عطاونا الثقه ما حل صلحته ولا هو سهل يا رب هرس مو طوري داه ولدي راه باقي مهرس في حانوت فهمتي مع شحال من سنه هو محطوط تم تيدوز البوليس عليه الصباح وعشيه ما تدوهاش فيه فهمتي الجراج مصايبناه من راس الجراج مصاوبته من راسي مصاوبته من راسي هرس مليا بالجنوي ديك النهار ميلول بالجنوي هرس مليا بالجنوي ولا طرس مازال لا طرس واقع باقي كاين الا صبغنا دارنا نوضو حيحو علينا الا صبغنا يحيحو علينا الا صايبناش راجل نهرسوهم صايبناهم كاين هاد ولدهم يسكر بالليل يجي يحيح علينا هاد عندهم واحد دايرين علينا النوبة مهم بنهار العيالات يحيحو علينا وبالليل والبنات بنهار العيالات وبالليل الرجال فهمتي قلت ليك بنهار كيحيحو علينا العيالات وبالليل تيجيو الرجال تيسكرو يجي يحيحو علينا ودائما تنعيطو البوليس كما كانش المخزن حقر بنادم عشية كل شيء البوليس كيجيو كيشدوهم كنعيطو لهم باش كطالبو دابا كنطالبو بسيد الحموشي ياخذ لينا حقنا منهم وجلالة الملك حنا ما كنطالبو من حتى شي حاجه بغينا بنادم يعطينا التيقار حقنا يبان هذا الشيء كاع اللي داروه لنا هاد الناس يبان لينا إذن كيف ما تابعتوا معنا متابعين الافضل ديال متابعين القناه شفتوا في هذه الام اللي هي مسنة والبنت ديالها كيف ما تابعتوا معنا كتقول بانه ان الجيران ديالها مكافسين عليها معيشينها في واحد الحياه مره كيف ما كتقول انها معيشين في واحد الحاله يرثى لها فكنطلب من جميع المسؤولين انهم يدخلوا ويشوفوا لي حقي راه مازال ما خديتوش هذه 11 سنه وانا معيشه معاهم في الحياه اللي هي صعيبه اللي اكثر من صعيبه كيف ما كتقول فشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء دمتم في رعايه الله وحفظكم نتلاقاو في لايف اخر ان شاء الله كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا شكرا لكم والى اللقاء